تناولت مختلف الصحف الوطنية الصادرة في اليوم 13 من الحملة الاستفتائية أهم المجريات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور والحملة. تغييرات واسعة في الممارسات عقب تعديل الدستور هو العنوان الذي افتتحت به يومية الشعب صفحتها الأولى، بالعودة إلى تصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أكد أن معضلة البيروقراطية التي تعيق تنفيذ القرارات تحتم التغيير المنشود عقب الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. كما جاء تأكيد الوزير الأول في عنوان صحيفة صوت الأحرار التي كتبت: تعديل الدستور محطة لن تنسى ضد الاستبداد والحكم التسلطي، مع الإشارة إلى أن الوثيقة المعروضة للاستفتاء تنبثق من وثيقة بيان أول نوفمبر. في نفس السياق جاءت يومية المساء بتصريح عبد العزيز جراد وعنونت: بيان أول نوفمبر العمود الفقري للوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن مشروع تعديل الدستور هو خلاصة مسيرة الشعب الجزائري. بالبنط العريض عنونت يومية المجاهد: ضمان الظروف الآمنة للاستفتاء، وهو ما صرح به رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، داعيا أفراد الجيش الوطني الشعبي أن يكونوا في مستوى المسؤولية الدستورية. لنكن في المستوى، هو ما كتبته الجريدة الناطقة باللغة الفرنسية الإكسبريسيون عبر تصريح الفريق السعيد شنقريحة الذي وجهه لأفراد الجيش الوطني الشعبي، معبرا عن تفاؤله تجاه مستقبل الجزائر بعد الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. تناولت صحيفة المحور دعوة وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الأحزاب والجمعيات للالتزام بإجراءات الوقاية من جائحة كوفيد-19، وذلك لتفادي تسجيل حالات عدوى خلال التجمعات الشعبية.